وبنهاية صباحنا لليوم رح نبقى بأجواء الفن، وحنروح من الفن التشكيلي للفن الدهان الدمشقي، هذا الفن العريق الجميل. عم نحكي اليوم عن فن عمره أكثر من 1400 سنة. اليوم الأيادي السورية اشتغلت فيه وقدرت تعمل بصمة جدا جميلة، وزينت كتير من القاعات والساحات بهي الحرفة. تماما يا رشا، الدهان الدمشقي حرفة دمشقية متوارثة من الأجداد وانتقلت للأحفاد. اليوم رح نتعرف أكثر على هي الحرفة وتاريخها وأيضا معالمها أكثر مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، شيخ كار حرفة الدهان الدمشقي ماهر بوزو. صباح الخير أستاذ. يا أهلا وسهلا فيكم. صباحك. الله يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. 35 سنة يعني من العمل حضرتك ضمن هي الحرفة، أكيد متوارثة عن الآباء والأجداد. والله هي مو متوارثة صراحة. حب شغف. شغف يعني دخلت هذا المجال وتعلقت. أنا دخلت جارنا هو بيشتغل بهاي الحرفة الله يرحمه، توفى هو معلمي يعني، فأنا دخلت عنده وتميت استمريت لحتى يعني وصلت. من دخول عمل بعمر صغير لأي سبب كان اليوم نحن شيخ كار. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف من حضرتك على هاي الحرفة الجميلة. هلأ هي حرفة الدهان الدمشقي تعتبر واحدة من أعرق الحرف الدمشقية. طبعا هي حرفة مهددة بالاندثار، بس بفضل مجموعة كبيرة من المهتمين بهذا الموضوع عم نحافظ عليها قدر الإمكان، والحمد لله نحن ماشيين على هذا الخط. هي الحرفة عمرها بحدود 1400 سنة. بدايتها ونشأتها كانت بمدينة دمشق، بس كان أول عمل بيصير هو المسجد الأقصى، قبة الصخرة يعني اللي موجودة بالأقصى المبارك. طبعا الحرفيين كانوا هم دمشقيين، حرفيين سوريين، حرفيين من سوريا. هاي معلومة جدا حلوة وجدا مهمة اليوم. طبعا حرفة الدهان الدمشقي تميزها بهذا الموضوع، موضوع الزخارف النباتية موجودة بكل أنحاء العالم. يعني كل دول العالم تشتغل زخرفة نباتية، بس نحن هويتنا الدمشقية اللي هي المادة النافرة اللي موجودة، ما في غيرنا، نحن الوحيدين اللي بنشتغل فيها. طبعا سبب ظهور هاي المادة النافرة كان انه وقت اجى الاسلام حرم التجسيد بالزخارف وبال مثلا بيدور العبادة ممنوع انه يكون في تجسيد او كذا، فرحنا الوقت اضطروا انه يعملوا شيء غريب شيء جديد، فكان هو المادة النافرة. طيب اليوم عم نشوف الجمال بهي اللوحات وايضا بالاماكن الدينيه وايضا بالبيوت الدمشقيه، هي الزخارف اكيد في مواد مستخدمه، في ادوات كمان، خلينا نحكي عنه. هلا المواد المستخدمه نحن بنعتمد اعتماد كلي على الاخشاب. سابقا كنا نعتمد على الخشب الطبيعي، حاليا عم يصير الاعتماد على الخشب اللي هو مو خشب الطبيعي، مثل مثلا ماده الام دي اف، ممكن نعتمد على اللاتيه، ماده اللاتيه، خشب اللاتيه، بس الاعتماد الكلي تقريبا عم يصير هو على خشب الام دي اف حاليا. طيب استاذ ماهر، اليوم عم نحكي عن حرفه جدا قديمه بحاجه دائما لدقه بشغلها. اليوم وقت بتقرر انك تشتغل لوحه ما او رسوم ما، شو اول شيء يعني شو لازم اليوم تعمله؟ تنظم القياسات، ترسم الفكره بذهنك، تطبقها، كيف ممكن المراحل يعني؟ دائما اول عمل انا بقوم فيه، مثلا عندي هي القاعه انا بدي اقوم بزخرفتها مثل ما بيكون موجودين بالبيوت الدمشقيه، بفوت على القاعه لازم يكون موجود يعني، او اذا كانت بعيده ممكن تكون عن طريق الفيديو. بدور على نقاط الضعف اللي موجوده بالقاعه. شو ما كانت نقاط الضعف لازم انا ادور عليها، لانه انا مهمتي اني انا اساوي هذا المكان جميل يعني. انا جمل هذا المكان، بدور على نقاط الضعف، نقاط القوه، نقاط الاضاءه اللي موجوده فيها، وباخذ المقاسات ومباشره ببلش بعمليه التصميم. عمليه التصميم انا بشتغل بالتصميم حتى على برنامج الاوتوكاد، بصمم الشغل كله وبعدين بعطيه للنجار. النجار بقى انا جايب لكم هون مراحل العمل يعني، هاي كنت عم بستعرضهم. ايه هي مراحل العمل، ممكن هدول القطع، هي بدايه، هي البدايه هون، هي اول وحده. خليك شوي ماهر بعد اذنك. هلا هي هون مثلا انا عم جسد موضوع انه هي القطعه اجت من عند النجار لعندي وانا قمت بعمليه هي الاساس. هي فاضيه من هي بتكون فاضيه كالاطار. تمام. بتعني مرحلين احنا بلشنا نناقش. انا برسم الرسومات اللي انا بدي اياها، سواء كانت عن طريق التكرار او الدوران او التماثل التناظر، وبثقبها بالدبوس
وبعدين بجيب فحم ناعم وبساوي بحطه ضمن قماشه، القماشه هي مشان تكون مثل شكلها مثل صبغه الملبس. فبعمل عمليه الطباعه اللي شفتوها بالرسم الاولاني. نحن بهدول المراحل بنصل لهذا الشكل، هي المراحل بنصل للاخير له بهدول المراحل اللي استعرضناه هون نصل لهذا الشكل الاخير. هي هون عمليه التلوين انه شو الالوان المطلوبه اللي احنا بنشتغل فيها لحتى تنتهي القطعه بشكل منيح بهذا الشكل. طيب اليوم استاذ في اساسيات بيتبع اي حرفي بمجال الديان الدمشقي لينجح عمله، واكيد يمكن هذا الشيء بده بال طويل، بده صبر لحتى تمام. يوصل للابداع اللي هو بده اياه. هلا الاساسيات اللي موجوده انه فعلا هو لازم يكون الشخص عنده بال طويل، يعني ما يكون هو جاي مهني، لا هو لازم يكون حرفي. نعم. يعني يدخل بمرحله الاحتراف لحتى يقدر يعطي من روحه. يعني هلا انا مثلا وقت عم بشتغل اي عمل بدي اقوم فيه لازم اعطيه شيء من روحي. يعني شو اللي بيميز؟ هلا بتلاقي مثلا انا بشوف لوحه بقول هي اللوحه شغل فلان، لانه انا بعرف روح فلان. صحيح، بتتميز. هي شغل فلان، وانا مثلا مميز باسلوبي، فكمان يلي بيشوفوا شغلي بيعرفوا انه هذا هو شغلي. فهي هي الروح اللي بقصد فيها انه بجسدها الواحد باعماله اللي عم يشتغل فيها. تمام. اكيد عم نستعرض هيك بعض لوحاتك على الشاشه يا كريم، اكيد بكل لحظه يا كريم. طبعا نذكر انه الاستاذ ماهر الرسومات والايات القرانيه المتواجده بالجامعه الاموي بحلب هي شغله. نحن طبعا هذا فخر نحن لنا كلنا كسوريين اليوم. طيب اليوم هي الحرفه والمهنه جدا جميله، وانتم اليوم عم بتقلت منخاف عليها انه تنتهي، شو عم تشتغلوا لحتى تضل يعني بأياني عم تدربوا وعم تجيبوا في كورسات دائما مستمرة؟ هلا نحن دائما جاهزين، عم بحكي بشكل شخصي يعني. نعم. نحن دائما جاهزين لإعطاء دروس ولو كانت مجانية لموضوع إنه نحافظ على هي الحرفة أو على حتى في غيري، يعني كمان عندهم استعداد يحافظوا على كل شيء اسمه حرف سورية، مو بس يعني قلتنا غيورين على هي الحرف. نحن الحرفيين نعتبر اكبر شريحه بالمجتمع، بتمثل بحدود ال 80%. يعني كلمه حرفيين مو كلمه سهله ابدا. صحيح. هي الجيش الرديف للجيش العربي السوري على الارض الواقع، بضمن الاعمال اللي هي بتدخل للاقتصاد، السياحه، الاعمال التراثيه، هي كلها هي دخل قومي للبلد يعني. تمام. اليوم استاذ بدنا نحكي عن اهميه الورشات التدريبيه. اكيد اليوم وقت بدنا نحافظ على هي المهنه من او الحرفه من الاندثار، اكيد الدورات التدريبيه تعليم جيل الشباب. خلينا نحكي عن الورشات والدورات التدريبيه اللي عم تقوموا فيها. هلا اهم شيء بالدورات التدريبيه انه تكون دورات اكاديميه. انا هي كثير بدقق عليها، انه انا وقت بدي اعلم اي شخص هي الحرفه اني انا اعلمه اياها اكاديميا، ما اعلمه اياها بطريقه عشوائيه انه بس انه والله هو عرف يعمل خطين وخلص هذا تعلم وبعطيه شهاده. لا، لازم تكون طريقه اكاديميه، يعني تكون بمثل مراحل دراسيه. يعني انا مثلا بدي اعمل دوره، لازم الدوره تكون مجزاه لاقسام، مثلا صف الاول، صف الثاني، صف الثالث، مثل مبدا المدرسه يعني. لانه مو معقوله مثلا انا حرفه الي مثلا عمر فيها اني انا اقدر اعلمها مثلا بشهر. نعم. هذا شيء مستحيل، هو بياخذ نبذه عنا بهذا الشهر مو اكثر يعني. فهي الطريقه الاكاديميه كثير مهمه بعمليه التعليم. كيف عم يكون الاقبال على هي الدورات؟ بشكل عام على كل شيء اسمه حرف في اقبال كثير كبير، يعني نحن متفاجئين فيه. بنشوف انه في رغبه، يعني حتى الشيء الحلو بالموضوع انه الرغبه عم تكون عند الطبقه المثقفه والطبقه اللي في الجامعيه بشكل عام أكثر. يعني عم يحبوا انه يتعلموا هي الحرف. أكيد اليوم هاي الحرفة تعليمها والشخص يكون فيها شاطر ومتمكن أكيد هي باب رزق لإله أيضا ومشروع. صحيح. ونحن شفنا وشهدنا ولادة مشاريع كثير كبيره خلال السنوات الماضيه، وكانت بهمتكم شيوخ الكار بحاضن الدمار، ان كان ببيت التراث الدمشقي يعني بيت الشرق للتراث. بيت الشرق للتراث. طيب استاذ ماهر، اليوم وقت اللي بنحكي عن موضوع التسويق والمعارض، ونحن صدفناكم باكثر من معرض وشفتوا كيف كنتوا عم تحاولوا انكم تستقطبوا الناس اللي عم تتجول بالمعرض، تعرفون اكثر على الحرف السوريه، قد ايه اليوم مهم هي الثقافه تنقل للاجيال الجديده؟ هلا كثير مهم موضوع المعارض. نحن بالنسبه لحرفتنا يعني المعارض هي شيء اساسي. هلا مثلا كنا باخر معرض اللي هو اكسبو سوريا، الحمد لله كان معرض كثير ناجح، مو بس لنا نحن يعني بشكل عام، في عقود كثير ابرمت بهذا المعرض يعني.
وعملية التسويق بالمعرض هي كتير مهمة. يعني نحن كحرفيين نعتبر الدخل المادي للحرفي مو مثل الدخل المادي لغير حرفي. صح. فنحن بحاجة لدعم بهذا الموضوع بهذا المجال، إنه مثلا يكون في لنا معارض، والمهم كتير تكون معارض خارجية ممولة. نحن نتمنى هذا الشيء إنه يصير من خلال منبركم إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد اليوم في واجبات على الحرفي للحفاظ على هي الحرفة، وأكيد في تفاصيل يمكن أنتم كحرفيين تقدموها لأشخاص ممكن تشبكوا أو مع الجهات المعنية لحتى فعلا تحافظوا على هي الحرفة. خلينا نحكي شوي عن هي التفاصيل. هلأ الأهم شيء موضوع المعارض كنا عم نحكي فيه، إنه يكون في عملية التسويق الصح لمنتجاتنا اللي عم تصير، لأنه نحن إذا ما كان في تسويق نحن العدد الحرفيين عم يقل، عم يصير يعني عد تنازلي بهذا الموضوع. صحيح. فموضوع التسويق موضوع المعارض كتير مهم لهذا الشيء، والدورات التدريبية والتأهيلية إنه نحن نكثف منها لحتى نخلي في عشق، يعني نزرع نحن الأستاذ اللي بده يعطي هاي الدروس يعطيهم اللي يعطون إياها بحب، يعني يخليه ما يصدقوا ايمتى يكون في اليوم الدرس الساعه الفلانيه، انه بس بدهم يجوا مشان يشوفوا هالاستاذ هو عم يشرح، هو يعني يكون، وخاصه اذا قلت له اشتغل بايدك وقتها فرحه حتكون اكثر طبعا، وياخذ المنتج اللي هو عم يساويه، يعني مشان يحطه يتركه عنده ذكرى ويتعلم منه. يمكن انت اول قطعه لهلا بذاكرتك عندي بالبيت. يا ريتك جايب معك. استاذ ماهر، اليوم شو اهم الصعوبات اللي بتشعروا فيها انتم اليوم كحرفيين دمشقيين، ان كان بحرفه الدهان الدمشقي او باقي الحرف؟ يعني هلا نحن اهم صعوبه عنا اياها هي المواد الاوليه اللي نحن عم نحاول، طبعا قبل الازمه على سوريا كانت متوفره كثير مواد اوليه وبعده من عده شركات يعني. هلا مثلا نحن عم نحاول نخلق ماده اوليه، يعني مثلا في عنا انواع معينه من الالوان مثلا مو متوفره محليا، فنحن عم نحاول نخلقها هي بالشغل بالوان ثانيه، عمليات التركيب، عمليات حتى انواع الاخشاب اللي كنا نشتغل فيها اول هلا مو متوفره بشكل كبير. هلا كانه هي بتحسي انه العجله بلشت تمشي ايجابيا الحمد لله. يعني. اي الحمد لله، وان شاء الله نحن نامل انه تتم هي العجله تمشي بكل الامور مو بس بموضوع الحرف. اللهم امين يا رب. يا رب. اليوم استاذ هذا المزج الفني اللي بياخذنا لعالم ثاني وبيظهر اصاله الفن الدمشقي، اليوم من خلال تجربتك هل اليوم الحاله النفسيه بتاثر على القيام بهذا العمل الفني الجميل؟ طبعا اكيد 100%. هلا انا بطلع من بيتي بجي على مرسمي على شغلي، اذا ما كنت بحاله وبمزاج عالي انا ما بتقدر ممكن اشتغل. ايه اشتغل، وهم اشتغل بحس بتحسيني مهني مو احترافي، يعني عم بشتغل بس انه انا لازم اشتغل واجر. مو اكثر واجر يعني. اما وقت تكون انا بمزاج عالي وجاي عم بشتغل بمزاج عالي، الشغل اللي بيطلع عندي بيكون كلياته مزاج عالي. طيب استاذ ماهر، اليوم اي عمل انتم عم تشتغلوا عليه؟ يعني انتم عم تكونوا مجموعه او اليوم بس الاستاذ ماهر شغل هي اللوحه لحاله، او في عده اشخاص لكل مرحله شخص هو مسؤول عنها؟ هلا مرسمي في بحدود الست اشخاص بيشتغلوا فيها، احنا طبعا الكل اللي موجودين الفريق العمل كلياته محترف صراحه بشكل يعني بيقدر يبلش بالقطعه وينهيها للقطعه من الصفر يعني. بس نحن مثلا شو عاملين انه مثلا فلان متميز بهالمرحله فبيكون اختصاصه هي المرحله اكثر من غيره، ومقسمين المراحل على هو الاشخاص الموجودين، بس بشكل عام كلياتهم هن مميزين. أكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا، المعلومات اللي قدمتها، وأكيد بدنا نتمنى لك التوفيق الدائم لك ولكل جيل الشباب اللي عم يتعلموا هي الحرفة الأصيلة إن شاء الله. وأنا كثير تشرفت بمعرفتكم. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ ماهر، نحن فخورين مثل ما قلت لك بحضرتك وبكل الحرف السوري. اليوم خلال السنوات الماضية يعني أنتم جمعتوا بعضكم بهذا البيت الجميل، خلينا بعض الأشخاص سموه بيت المحبة كانت. صحيح. وقتها يعني بفترة من الفترات الورشات راحت بسبب الأزمة، ضميتوا بعضكم بهذا البيت ورحتوا لتعملوا ورشات صغيرة وتضل عجلة الإنتاج الحرفي في سوريا. صحيح. شغالة. شكرا لكل الجهود.
الجهود يلي اشتغلتوا عليها. فعلا شكرا لكل الجهود، لانه شرطوا بظروف صعبة جدا. هذا المكان هو مكان فعلا يعني نوجد بمحبة. صحيح. نحن بنتشكر بمؤسسة الوفاء التنموية السورية اللي قامت بهذا المشروع. هو أحد مشاريع المؤسسة يعني، ومن ضمنه هو بيت الشرق للتراث اللي نحن حافظنا عملناه مثل مبدأ الذكية السليمانية بس بشكل مصغر. الحرفيين اللي راحت ورشاتهم أثناء الحرب قدروا إنه يجمعوهم بمكان مميز كلياته محبة. وهيك مشيت شوي شوي العجلة لصرنا اليوم نحن بأمان، وكل حدا فيكم صار له إن شاء الله ما عنده سير عنده ورشة خاصة له. شكرا أستاذ ماهر، شكرا للحرفة الجميلة، ونتمنى دائما هيك نشوفك بأعمال جميلة ومعارض. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بشكركم كثير. يا هلا.